نروح دلوقتي خلينا على اي حل نروح لزميلتنا دينا شرف ونعرف منها اخبار الطقس بالتفصيل. يا دينا صباح الخير مره تانية يا مصطفى وباسان. فعلا دلوقتي بقى جه ميعادنا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وهيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون مائل لدفء نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبروده على السواحل الشماليه. بالليل والصبح بدري الجو هيكون شديد البروده على اغلب الانحاء. في النهاردة أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بتمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم عضو مركز الإعلام بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. أكيد حاسين طبعا بارتفاع والشمس الساطعة يمكن في ساعات النهار، لكن بالليل الجو فعلا بيكون برد جدا. هو طبعا بالفعل يمكن احنا بدأنا نتأثر بارتفاعات قيم درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية، والارتفاعات دي بمعدل من درجتين لأربع درجات، لأن بيأثر علينا كتل هوائية صحراوية بتكون مرتفعة في قيم درجات حرارتها خلال فترة النهار. وكمان في المحافظات الداخلية في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس، فبالتالي العظمى على القاهرة الكبرى اليوم متوقع أنها تكون 19 درجة مئوية خلال فترة النهار، دي تعتبر أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي درجة لدرجتين. فالأجواء فترة النهار بتكون أجواء مائلة للدفء على السواحل الشمالية، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، محافظات شمال الصعيد، دافية بشكل كبير كمان في المحافظات الجنوبية ده خلال فترة النهار، خاصة في فترة الظهيرة مع وجود أشعة الشمس. لكن طبعا فور غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل بيحصل طبعا انخفاض كبير في قيم درجات الحرارة، لأن الكتل الهوائية زي ما قلنا في الأول صحراوية بتكون منخفضة في نسب الرطوبة بتاعتها، فبالتالي بيخليني أحس بالبرودة أكتر طبعاً. وقيم درجات الحرارة بتنخفض خلال فترة الليل بشكل كبير مع الكتل الصحراوية. فترة الليل المتأخر فترات الصباح الباكر صغرى بتكون حوالي 10 درجات على مناطق من القاهرة الكبرى، المدن الجديدة بتكون ما بين 7 و8 درجات. أيوة كانت 7 درجات وأنا جاية الصبح بالظبط. فبالفعل فبالتالي هنلاقي اجواء فتره الليل تظل اجواء شديده البروده في معظم محافظات الجمهوريه، خاصه في وقت الليل المتاخر او فترات الصباح الباكر، لان الاوقات دي اللي بنسجل فيها اقل درجه حراره على مدار اليوم كله. الصقيع ما زال بيتكون على المزروعات الموجوده في وسط سيناء، محافظه الوادي الجديد، بعض المناطق كمان من شمال الصعيد، نتيجه انخفاض قيم درجات الحراره الصغرى لاقل من 5 درجات في بعض الاماكن. اليوم متوقع طبعا استمرار فرص الامطار، تكون امطار متوسطه على اغلب المحافظات الساحليه المطله على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري على فترات متقطعه من اليوم، لكن بناكد ان كميات الامطار اليوم هتكون اقل من اللي احنا شاهدناها خلال الموجه الماضيه او خلال الاسبوع الماضي تحديدا، بتبقى على فترات متقطعه ما هنلاقيش منطقه دون الاخرى، وممكن تمتد لبعض المناطق الداخليه زي محافظات جنوب الوجه البحري امطار خفيفه. في مجملها مش هتأثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه باذن الله، ويمكن في انخفاضات طفيفه في الرؤيه الافقيه فتره الصباح الباكر بسبب وجود شبوره مائيه خفيفه على بعض الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. خلال الايام اللي جايه هنلاقي كمان بقى مزيد من الارتفاعات في قيم درجات الحراره، هيبدا يكون في امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا. ده هيعمل بشكل كبير على زياده فترات سطوع اشعه الشمس ومزيد من الارتفاعات في قيم درجات الحراره. احنا متوقعين يمكن مع بعد غد الاربعاء توصل عظمى على القاهره الكبرى 22 ل 23 درجه مئويه. طب كويس، يعني نرجع قبل الاسبوعين اللي فاتوا درجات الحراره كانت شتويه جميله، يعني الجو الشتوي المعتدل الشمس فيه قويه. الطقس الدافي فتره النهار بشكل كبير، لكن فترات الليل هناكد عليها تظل فيها الاجواء شديده البروده. الاسبوع ده الحمد لله اسبوع مستقر تماما، يمكن كمان في اعتدال في سرعات الرياح في معظم المحافظات. وده بيحسسني بالاستقرار، وكمان ليه مردود كويس جدا على حركه الملاحه البحريه على البحرين. البحرين معتدلين مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه، فبالتالي نقدر نستمتع بالاجواء وفتره الاجازه مع الاجواء المستقره دي. ممكن هي مكمله معانا كمان لبدايات الاسبوع المقبل ان شاء الله. بس بناكد بلاش ننخدع باشعه الشمس فتره النهار. لان فترات الليل هتظل فيها البروده الشديده، لازم الملابس الشتويه الثقيله فترات الليل متاخر فترات الصباح الباكر. القياده طبعا تكون بهدوء تام فترات الصباح الباكر مع وجود الشبوره المائيه، لان متوقع كمان ان كثافتها تزيد خلال الايام القادمه وتاثر على الرؤيه الافقيه، فلازم القياده تكون بهدوء تام
فترات الصباح الباكر او ساعات الليل المتاخر، وخاصه احنا بنقول السبوره دايما بتبقى موجوده على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، واحنا بنتابع مع حضرتك كمان بشكل يومي. يعني الحمد لله دي حاجه كويسه جدا ان احنا بنتابع مع حضرتك بشكل يومي احوال الطقس والجديد فيه. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غني عضو مركز الاعلام بيئه الارصاد الجويه معانا. دلوقتي خلونا نتابع بقى مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره العظمى 19 الصغرى 11، العاصمه الاداريه 19 10، اسكندريه 18 11، العلمين الجديده 17 10، مطروح 18 10، دمياط 18 10، بورسعيد 19 10، الاسماعيليه 19 10، السويس 19 9، العريش 18 7، كاترين 13 1 تحت الصفر، طابة 18 9، حلايب 22 12، شلاتين 24 14، شرم الشيخ 22 13، الغردقة 22 13، الفيوم 18 9، بني سويف 18 7، الوادي الجديد 19 5، أسيوط 18 5، سوهاج 19 5، قنا 20 7، الأقصر 21 8، وأخيرا أسوان 21 9. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس، لكن الأجواء إن شاء الله هتكون شتوية معتدلة ودافئة خلال الأيام اللي جاية حتى نهاية الأسبوع، لكن نخلي بالنا إن فترات الليل والساعات الأولى من الصباح الجو بيكون برد جدا، يعني زي ما دكتورة منار قالت كده ما ننخدعش بالشمس الساطعة لأن بالليل الجو هيكون برد قوي. هنرجع مرة تانية لمصطفى وبسنت عشان نكمل معاكم فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا. شكرا يا دينا.